انت كنت بتتكلم في اه بدايه الموسم والمناقشه لنتائج الاهلي، حته مناقشه موضوعيه ولا كان الهدف منها انك تخلص على الفرقه بدري بدري؟ لا هي مش مناقشه موضوعيه طبعا، لو انت بتتكلم منطق وموضوعي. النادي الاهلي لعب اتمرن قبل كده قد ايه؟ رغم ان مثلا مع كامل الاحترام جماهير النادي الاهلي حقها زعل تماما على فكره، عشان ما حدش يتكلم، جماهير النادي اكيد الاهلي ده العنصر الوحيد في المنظومه التي بمعنى صح هي بتدي بلا يعني بلا مقابل. ورد فعلهم كان جزء من ان الفرقه كمان تفوق شويه. هو اللعيبه نفسها على فكره، كان كابتن حسين الشحات قال كان امبارح كده موجود مع كابتن شوبير. وكان اللعيبه كلها قالت لك ان احنا كنا مش عارفين، ده طبيعي. لكن انت خسرت بطوله بعد قد ايه؟ انت محقق تارجت السنه اللي عدت واخد مش عارف كام بطوله، انت ما خسرتش غير بطوله واحده، سيبك من السوبر. دوري السوبر الافريقي، السوبر الافريقي، فانت كسبت كل البطولات، خسرت بطوله وهذا بطوله من مباراه وضربات الجزاء على فكره، عشان بس ايه تكمل الجمله، بطوله من مباراه وضربات جزاء. لكن هي قدام المنافس التقليدي بتاعك اللي هو الزمالك صعب على جماهير النادي الاهلي، وده بوضوح. لكن تعال بص التناول الاعلامي، انت طلعت القط الفاطس في فرقه النادي الاهلي، مارسيل كولر اللي حقق 90% من بطولاته اصبح مدرب فاشل، ده 11 بطولة لغاية دلوقتي في ظرف سنتين. اصبح يا استاذ محمد مدرب. التقييم هنا يا استاذ محمد بيرتبط بالقطعه، للاسف احنا عندنا ناس دلوقتي او بالانتماء. او بالانتماء، مش مختلف معاك في الجمله دي، بس انت المفروض تطلع تتكلم بالحق. انت عارف تقييم جوزيه جوميز، وانا اسف ان اقول الاسماء، بيتقيم على مدى الفتره اللي عملها فيها بانه عمل ايه مع النادي الاهلي، كسب الاهلي مرتين، وانه حتى اللي خسروا من النادي الاهلي خسروا من ضربات الجزاء، ده سبب بقاء جوزيه جوميز في نادي الزمالك. ده التقييم، النادي الاهلي تقييمه مختلف. وخد عندك اصل والضغوط بقى اللي بتتصدر، انا على فكره بحب نوعيه مارسيل كولر جدا، سبب من قصه اهلاوي ومش اهلاوي، انا بتكلم على مدرب واثق في نفسه جدا. ضغوط بقى لحد السوبر المحلي، مارسيل كولر لو خسر بطوله السوبر المحلي هيمشي، الفرقه لازم تجيب لها 14 لاعب تاني. ايوه 14 لاعب، ما هي الفرقه دي جايبه البطولات، طب ما الفرقه دي كسبت السوبر المصري، طب ما الفرقه دي كسبت العين الاماراتي اللي انتوا كنتوا بتقولوا هيجي يدشمل الاهلي بلغه السوشيال ميديا اللي انتوا ماشيين وراها، طب هي الفرقه هي وقفت على رجليها وكسبت السوبر المصري، هل حد بيعتذر عن ما قاله قبلها؟ ثقافة الاعتذار يا لا لا محمد، خالص، كل واحد بيعمل ان هو نسي، ما قالش بقى خلاص الناس نسيت بنعتمد على ذاكرة ذاكرة النسيان. السمك. انت لما تيجي تطلع دلوقتي تقول لك اصل امام عاشور في كلام ما ينفعش حد يقوله، اصل كهرباء مش عارف مين، اصل اللاعب الفلاني مش عارف ماله، بتبقى في حملة اغتيالات لبعض اللعيبة في الاهلي طبعا. ولو حضرتك مش وقت كده بقى ده مليون في المية. وعلى فكرة انا بشفق على لعيبة النادي الاهلي، خصوصا اللي بيبقى عنده مثلا مش هقول حساسية شوية في حاجات معينة، يعني زي امام عاشور، امام عاشور لعب في فترة سابقة في الزمالك، بيبقى عندك الناس بتترصدك صح وباطل، وقعت خناقة عادية جدا في أي حتة بتحصل مع أي حد، مع أي حد على فكرة، وهي قيد القانون مش هتطرق للواقع، بتستغل ضدك ويضغط عليك في كل حتة. أنت وصلت لمرحلة إن اللاعب ما يقدرش يخرج مع أسرته يروح مطعم يا أستاذ محمد، أنت متخيل إحنا وصلنا لحد فين؟ أنت عارف لاعب كورة حصلت مع ياسر إبراهيم قبل كده، بس إحنا مشكلتنا بننسى. انا هنا مش عايز اقول لك ان السلوك اللي قام بيه صح ولا غلط، انا بتكلم في شعورك انت في الاول وفي الاخر. لعيب الكوره يا استاذ محمد هو انسان من حقه يعيش حياته الطبيعيه، لكن انت واحد خارج مع اسرته يتوجه له كل الكلام ده؟ طبعا في لعيبه من النادي الاهلي بتختال معنويا، وعلى فكره لما بيجي يطلع الكلام غلط محدش بيعتذر لك،